الشنطه. صباح الخير، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. وصلت للاسواق، بس اتصل عليها واشوف شنو تريد. انا محتاجه هي كم شغله. اجينا نشوف اسراء شو تريد. طلبات طلبات طلبات. اسراء لو هنا يمكن بودها تاخذ كل شيء، كل شيء تشتري. ميبلين. خلينا نتصل على اسراء. اليوم المسواق بس الاسراء. شوفي هاي هسه احنا ماكس فاكتور، اوكي؟ هذني شغلات كلها هنا، شنو تريدين من عندهم؟ اول شغله شنو رتبتي انت؟ اريد هذا الكريم الاساس كادرس جبتي قبل فتره. انا كريم الاساس، انت يا رقم تريدين واحد ولا اثنين؟ بتقولي اريد معي، ذيك مره جبتي لي شويه انطاني السمار لوجهي ما حلو. تريدين ابيض يعني؟ اي اريد ابيض، لان طاني مثل العبق شلون المحروقه بشمس. زايده طاوخه هواي مو؟ لا والله حرام، هو لونه على جوزي بشرتي ابيض من عنده، بحيث طاني عبق بشرتي محروقه جوزيه. اوكي. هاي اثنين عندي. اوكي راح اجيب لك واحد. ماشي؟ اريد ثلاثه، اريد ثلاثه من عنده. بقيت اخر اربعه، اجيب لك اياهم. شوفنا البروان. أوفي أوفي ما حد يدري. بقى بس واحد، رقم واحد الأخير راح أخذه. هاي كلها بس كاترس هنا. أريد حمرة حمرة شيء فاتح وحدة بيجية بيج. تريديها تبقى ولا تريديها يعني وقت وتروح؟ لا اريدها شو انا ما تيبس تيبس الشفة يعني تكون بها زيت أو شيء. حطي فازلين. رجليها. حطي فازلين وصبغ. اخذ كلينسة. انا حاطه هذا اللي يثبت بس مو مشكله. باقي هذا اللون صاير شوي على جوزي طاخ. اخذ لك افتح. اي افتح. دقيقه اخذ لك غير. هيجي لون اسراء. اي هذا حلو. اول شغله نمسح الحمره، لازم بالكلينس امسحها. يلا اقدر اخلي زين. حطي بايدك والله حلو لونه. هاي حلو كلش حلو لونها، حسي طبيعي. اسراء كلش حلو، رقمها 640 من لوريال. بتقول اخذي لي هاي واخذي لي وحده افتح من افتح. اوكي لحظه 640. اوكي راح اخذ لك هذا اللون وراح اخذ لك لون افتح من عنده بشويه على بيجي. اوكي دقيقه اجيب لك لون افتح. هي عافيه، هاي الالوان كلش احبها. هيجي باعي هذا اللون. بتقول عافيه هيجي الوان، انا احب الفاتح. صح عندي هذا. مو اريد اشوف لك اياه اني من تخليه. مو انت حاطه كلش على حمار عبالك. هذا لا احسه ترابي كلش. ترابي؟ يعني لازم تحطين جوا مثلي اطار فتشي اطار احمر وبعدين يلا. بس حلو. ليش مو تقول مو زعلان؟ عجبت؟ انا حبيت الوان فاتحه ما احب احطها. وزبي وسكرت. معقوله حلو؟ حلو لو مو حلو؟ مو حلو يقول ايوب. شويه طوخي. يلا نطوخه. متاكده تريدي؟ اي متاكده، انا حط فاتح. ماشي. هذا يا رقم، هذا من لوريال 652 من لوريال. هذا اللون. دقيقة أجيبه. ما أحس هذا يختلف عن هذا، هذا أغمق. لا أفتح كلش أريد فاتح، عبالك وردي فاتح كلش. وردي فاتح كلش. شكد حلو. لحظة. بس أعتقد مخلص 227 227 200. ماكو. باقي بس واحد، آخر واحد هذا. دقيقة
شوفي أسراء، نمسح اللون. شوفي اللون أسراء، بس ركزي ها. باع اللون، تحسي حلو صيفي. تريدين البدلة ويا اللون الوردي اللي أخذناه الأول؟ تاخذين برتقالي وفاتح. اه ابد ما حاطه برتقالي اني، شوفي طعمه حلو علي. لا حلو بالعكس، برتقالي كلش حلو. اوكي لا تخليك على الوان مالاتك، اني راح اخذ اذا عجبك وخذيه مني. ماشي. واني شنو الالوان القويه ما احبها، تدرين اسرع اني راح اخذه واذا عجبك انطيك اياه. اوكي اتفقنا. هسه هذني خلاص الاقلام. اخذنا لونين الاسراء. ماشي هذا راح نرجعه. اريد اسفنجه بجول. يلا تعال نروح على الاسفنج. شنو هذا الجمال؟ قاعده تريدين مكياج؟ شوف هاي جباي، شوف هاي الوكيحه. يلا تعالي ناخذ اسفنج. اسرع من هذا اثنين وواحد هم الي، لانه هذا من كاترس، هذا يتخلى جوا يعني اول مره تحطون مرطب وبعدين ينحط هذا. وبعدين كريم الاساس هذا الوردي ضد اللي يصير خطوط، مثلا اكو ناس تصير بشرتهم جافه ومن يخلون كريم الاساس راح بساعد تصير خطوط جوا العين او مثلا تشققات تصير بالوجه. فهذا الوردي كله زين، هذا الوردي اي. واللون الاخضر، اللون الاخضر هذا بالزيت الحشيش، هذا للرطوبه، لرطوبه البشره، وبنفس الوقت يعتبر يعني مثالي تحت الميك اب، واحد يخليه ينطي رطوبه للبشره وبعدين تخلون كريم الاساس لونه اخضر. فاني متعوده على الوردي بصراحه لانه يشيل لي الخطوط ويشيل لي التقطعات اللي تصير بالكريم الاساس، فتحسون انتم حاطين كريم جدا طبيعي يعني ما مبين فونديشن كثيف، درجه خفيفه. وهذا اول مره هذا ينحط هذا، وهذا هو شكله من كاترس لونه وردي، واكو بيه لونه ابيض للبشره اللي تكون دهنيه وبيها لمعه تصير. هذا لل يعني للجلانس الوردي انا استعملته. هذا هو التستر مالته، راح اشوف لكم الملمس مالته شنو شكله. دقيقه مبين زين والله. هيات هذا هو شكله، يصير مثل الكريم شوفوا. بس اسراء من تخلي تحسين فتشي يعني كلش ناعم، ما له يعني لمعه، شوفوا ماكو لمعه ابدا، ماكو لمعه، يتخلى واني سد احس طبقه كلش ناعمه. يتخلى وبعدين يتخلى عليه كريم الاساس. هذا هو شكله، ما يبين ماكو دهن كانه ماكو شيء. لا لا اي عمالك كلش حلو. اقول هو لونه ابيض لو كريم مثل كريم الاساس، لونه بصلي فاتح بس ما يبين. هذا باعي ما يبين من تحطيه بالبشره مالتك، ما يبين حتى ما يترك لك لمعه. شوفي اسراء بس باعي، شوفي هذا هياته. بس من تخليه باعي، من تخليه ينمسح يروح يختفي. لا هسه اخذت لك كريم الاساس، واخذت لك جو الميك اب، واخذت لك حمى. اي هو يساعد على مود البشره ما تفطر بيها اللي طبعا هذا اساسي. اي بعد شو تريدين؟ يلا يلا ستجينا براءة تهجم علينا. بس الاسفنجة شنو وضع الاسفنجة؟ لقيت اسفنجة فاخذة الذاكرة هي وحدة كافية. اوكي راح ناخذ لها اسفنجة من اسنس هاي. شوفي الشغلات هاي قالب اللي وصلتش عليه. قسم المطبخ بنص المكياج يعني معقولة انتي؟ طبعا اذا شافت الفيديو براءة راح تسوي لنا مشاكل، انا مالي علاقة. هاي اسراء قدامك انا احكي، اسراء خابرتني ودزتني. طالب بش اسمه بتشيلي صوصه بتشيلي صوصه خضراء بس مو لها نعمان. اي نعمان يحب تشيلي صوصه. يا رقم تريدين؟ اكو صفر، اكو اثنين، والباقي بدي يغمق اعتقد. ما اريد جوزي بتقول هي طعن وجهي. هذا اللون نجرب هذا اللون. شوفي بالله عليك هو ذا والمك والمني نفس الشيء. دقيقه لا عادي، لا هذا مايل على صفار رقم صفر. ماشي هذا رقم ايش قد بالله؟ تستر رقم اثنين. لا هذا حاطي رقم اثنين، هذا رقم، هذا رقم واحد. لا لحظة لحظة، رقم واحد، رقم واحد حلو. شوفوا الفرق،
رقم 2 على بني ورقم 1 على بياض. أسراء هذا شوفي. اي شوفي هذا الكاترس جايبت لي رقم 2 والله جودي سواوجي. ماشي راح اخذ لك الواحد. طيب ماشي كامل. تريدون ما تتعبون بشرتكم مثلا تستخدمين هذا من عنده بس جوا العين، تحطين حمره خفيفه ورديه وتحطين بس خدود وخلاص، يعني مال اليومي مو مال تعبين وجهك بالميك اب. تخلين كريم عادي اللي ترطبين بيه بشرتك وخلي من هذا بس كلش كافي. عندهم انا انواع المعاجين، معاجين الاسنان على حسب المشكله اللي تعانون منها. هذا شوفوا بالنعناع، هذه اللي تحمي اللثه هم اللي يريد بياض، هذا للتبييض الاسنان وهالشغلات، هذا بالفحم وايضا بالنعناع وبعرق السوس اللي احنا ننصح له عرق السوس هو هذا نفسه هنا. هذا للثة اللي تكون يعني شوية حساسة يحميها وبنفس الوقت ينطي طعم طيب، يعني عبك احنا راح ناكله. طبعا انا استخدم هذا النوع من انواع معجون الاسنان لانه مثل ما تشوفون هنا مكتوب خالي من الفلوريد، حياته فلوريد فراي، فهذا انا استخدمه. هذا الطين البحر الميت اللي هو دشجل خاص بالجسم، وتقدرون هم تضيفوا يعني بالبادمنت تخلون البانيو متروس مي، هم تقدرون تضيفوا من عنده. هذا زين او مناسب للي عندهم مشاكل ببشرتهم وايضا البشره الحساسه والبشره اللي تكون جافه جدا، فحتى ينصحون به. يعني هذا يعتبر علاج طبيعي لانه من طين البحر الميت وهو كل الزين، يعادل درجه حموضه البشره وبنفس الوقت يناسب اللي بشرته جافه واللي بشرته حساسه. الجوز هاي اسمها نص شنكل، يعني بالجوز طعمها طيب. لازم نرتاح لان اسراء نشفت دمي بعد الجوله الطويله. خلصنا مشتريات وطلعنا والجو مطر، مطر الدنيا. اوكي اهم اها هذا غير مقياس. اوكي اهم اها اها اهم اها هذا هو الجيب. شوف كم يوم مرضينا. شوف 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 لولي ها هيك يقيسون. اها 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 يا قلبي شوفي راح اصنف لك خياطه. صدق اريد هسه تعلميني تخيطين الي. اعرف ما عندك ماكينه صغيره مال جمال؟ ما عندي. ماما تريدين من هاي الزعتر؟ هذا زعتر طبيعي. اجيب لك؟ اه اي فوق ابي اصفر اخضر. اخضر تستخدمي عادي. بس اسالك سؤال ها؟ رودينا من تقيس؟ اريد اسالك سؤال، انت هم من تقيسين تقولين اها 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 هيج؟ هي تقول هيج اها اهم اها اهم اوكي اها اهم اها يلا قيسي لي. طبعا سويت قهوه راح اشرب من عندها والباقي راح استخدمه للشعر، بس الباقي يا هو الباقي اللي هو القهوه المعصوره. واليوم رادينا نازل عليها واحد نظافه وقاعده تنظف بالبيت. شكرا ميرسي بوكو ميرسي ميرسي مزموزيلا رادينا. تقولي جوعانه لو بعدين البيتزا استوت؟ بعدين ما مشتهيه هسه؟ شوفون الخرز زيد. راح استخدم هذا اللي تشوفوه هنا ماشي، هذا اللي هو القهوه اللي بقايا مال القهوه، هذا ابدا لا تذبوه. اذا عندكم مثلا حديقه او شيء شغله ذبوها بالزرع، يعني لان يعتبر هذا مثل السماد وبنفس الوقت يعني مو مضر، هو ابدا ما يضر بالعكس. من عنده تقدرون تسوون بيه مقشر جسمكم تضيفون عليه زيت مثلا اي نوع من انواع الزيوت، او بنفس الوقت تقدرون تستخدموه للشعر وابدا ما يبقى لا تخافون. اليوم انا راح استخدمه بشعري وبعدين راح اسوي دوش، فاني صراحة اشرب القهوه مالتي وبعدين بين ما شويه يبرد عندي هذا يعني المكون. يعني اي زيت عندكم اياه موجود بالبيت تقدرون تستخدموه، يعني ترى مو الا اللي اشوف لكم اياه. مثلا هسه انا عندي مي مال القهوه، اذا تريدون اخلطوا ويا مي القهوه يا اما زيت جوز الهند، هذا هو بنات، تاخذون من هذا الزيت ملعقتين كلش كافي، بس هسه لانه الجو بارد عندنا فشوفوا هيك شكله صاير جامد، فتاخذون من عنده ملعقتين كلش كافي. وتقدرون تضيفون وياه مثلا اي نوع من انواع الزيوت، اذا كان عندكم زيت اللوز الحلو او زيت مثلا الجوز العادي، زيت الافوكادو،
زيت الزنجبيل كلش عادي، اي نوع من انواع الزيوت تضيفوه وياه كلش عادي، يعني ما راح يسبب لكم شيء مو زين. طبعا انا سبق وشوفت لكم طريقه كلش سهله لما سويت لكم الزيت جوز الهند وخليت وياه القهوة المطحونة، يعني مطحونة مثل الطحين، تماما مثل الطحين، مو هذه اللي مطحونة خشن على مود نستخدمها للقهوة. اكو قهوة عربية مثلا تقدرون تجيبون القهوة العربية لانه هاي تكون مطحونة ناعم حيل، وتضيفوها ويا زيت جوز الهند وتنتظرون عليه، بس الزيت لازم يكون دافي مو حار، يكون دافي، وتنتظرون عليه تقريبا ساعة او اكثر من ساعة الى ان تحسون الزيت بلش ياخذ لون القهوة، يعني القهوة بلشت موادها تنزل ويا الزيت. والمي اللي جايبته اني هنا راح استخدم ويا شوية من زيت اللاين اول، طبعا هذا يعني موجود بالريفي او موجود بكل مكان ثاني بمحلات اللي يبيعون الزيوت والاشياء البيو تلقوه موجود. اللي يريد شعره مثلا يطول او عنده مشاكل بقلة الشعر يعني مو كثيف استخدموا هذا، طبعا اني استخدمه من فترة وفترة. فيتامين اي، واخذوا اللي يكون معصور على البارد، حتى هم ذاكرين اعتقد على العلبة مثل ما تشوفون هنا الجوا مكتوب مباشرة كالت كبريست، يعني معصور على البارد، ما محمصي وبعدين يعني مستخرجين الزيت، إذا يتحمص تستخرجون زيت راح تقل فوائده ويصبح الزيت للطبخ، ويعني مو ممنوع انه نستخدمه عادي بس راح تكون فوائده قليلة. فمثل ما قلت لكم استخدموا هذا، راح اخذ من عنده اني تقريبا على حسب النظر، لقيت كلش كافي. بقايا مال القهوة راح اخليها قدامكم هالشكل، طبعا بعد ما شوية بردت هي شوية دافية بس عادي، اذا تريدوها باردة كلش عادي استخدموها وهي باردة. شوفوا وحدها من تستخدموها راح تسبب لكم شوية يعني شترس، فحاولوا انو تضيفون عليها زيت على مود شنو، تعرفون شنو، على مود المجار ينفتح. دقيقة مال القهوة اللي عصرناها، تمام بهذه الطريقة، شوفوا بنات هالشكل، هذا هو منظرها. فراح نخلط البقايا مال القهوة ويا الزيت حتى شنو، حتى تنطينا فائدة كلش كبيرة للشعر. شبيك يا مجري اليوم، شبيك طلع، يعني ما راح يبقى شيء. وانتوا بالحمام خلوا الشامبو وغسلوا طبيعي، وبعدون شنو اليوم ترى محالة بعدون منو بعدين حطوا كريم اساس، لا طوختيها، بعدين حطوا الماسك مال الشعر، وبالمشط الخشن او مشط عندكم خشب مشطوا شعركم والقهوه كلها راح تروح بالماي. فانا راح اخليها مباشره على فروه الراس واحكها قوي، تساقط الشعر، واللي عنده مثلا حساسيه فروه الراس، اللي يعاني من حكه فروه الراس هذا يفيدكم. تخلون القهوة بس لا تستخدموها وانتو قاعدين مثل حالتي، طبعا انا مستخدمتها بالحمام اكثر شيء، يعني واني بالحمام. شوفوا ورا ما سويتوا هذه الصفحة راح نجيب السبراي، هذا عبارة عن قهوة وعبارة عن زيت اللاين اول كليتها، راح ناخذ من عنده من هاي الكمية هالشكل، هلقت كلش كافي هذا، وراح نضيفه على فروة الراس مباشرة. هاي تشوفون هذا الخط، هاي بنفس الطريقة راح نرجع ناخذ هالشكل، وراح نسوي فروة الراس كلها منه. خلصت، هسه راح اخلي الماسك بشعري تقريبا من ساعة الى 3 ساعات وبعدين اغسله، لانه نهار اليوم خلص، لو كنت مثلا مسويته من الصبح كان احسن، بس مثل ما شفتوا طلعت التهيت اليوم. راح اشوف لكم الهدية اللي اشتريتها ومنو صاحب الاختيار، طبعا انا اختاريت 3 متابعات، راح اشوف لكم اول متابعة اعتقد اسمها يوش ام، ما اعرف اذا كان صح، هذا هو اسم المتابعة هنا، هذا هو اسم المتابعة هنا، أنا أعتقد يوش هي هذا اسمها، كاتبة، أنا طبعا حاطت لكم تحديد عليها، كاتبة الحلق مرة حلوين الحرف الـ LV،
واعتقد السلسال اللي يسموه ميدالية ما اعرف كاتبه صحيح احنا نسميه ميدالية اللي بالدقيقة 4 وحاطة الرقم اللي مرة عجبك. شكرا حبيبتي اسمك يوش، ما اعرف اذا كان صح ده اقوله او لا، اعتذر. اختيار ثاني على ذوق المتابعة اسمها نور الدين الدين، كاتبة عافيات حبيبتي الهدية ببساطتها اقتراحي التراشي البراغي لويس فيتون روعة. شكرا حبيب. وزمرد زمرد كاتبة انه اخذي الميدالية لويس فيتون الصغيرة اهم حلوات وموديلها هسة، صاحبة التعليق هي انا. وصاحبة التعليق الثاني اسمها نور الدين، اسم الحساب مالتها. شكرا لكم بنات، واني اختاريت على ذوقكم. طبعا هواية من البنات هم ذاكرين هذا الشيء، فالهدية اختاريتها على ذوقكم مثل ما قلتوا. كلش ناس كوتشي كيوت وبسيطة وحلوة، فاختاريتها على ذوقكم. شكرا لكم، شكرا لكل المتابعات. مثل ما قلت لكم انا اختاريت الهدية على ذوق 3 متابعات، وبنفس الوقت اشكر كل المتابعات اللي شاركوا واللي كتبوا، واحبكم اني هم هواية. وما تنسون جربوا هالوصفة راح تعجبكم، واحبكم اني هواية، وباي باي.